وليداتنا والبورتابل، هذا سؤال والتي تطرح بحدة في الواقع المتناقض اللي ولينا تنعيش فيه. دابا مثلا الصيف كانوا شحال هادي، كانوا المخيمات كانوا بزاف، يعني كان داكشي كتير، كانوا المخيمات، كانت الكشفية، كانوا الجمعيات، كان هادشي ديال المسرح، وكان هاد المرافق كان الطفل تيلقى فيهم واحد المتنفس وواحد الفضاء اللي تيعبر فيه على نفسه وتيتعلم منه واحد المهارات، يعني كبيرة وكثيرة. دابا الواقع ديالنا هادشي ما بقاش او قلال بزاف، كاين ولكن قليل قليل بزاف. يعني دابا تنشوفوا كاين ولا هادشي بحال اللي تقول ما بقاش في الواقع ولا في العالم الافتراضي، يعني ولا هاد العالم الافتراضي تلقاو فيه مثلا، تلقاو فيه شوية هادشي. دابا واش نحبسوا على الطفل البورتابل والانترنت، او نعطيوه البورتابل والشي ديال الانترنت بدون مراقبة، ولا كيفاش غادي نتعاملوا مع هادشي، وكيفاش ممكن لينا نستافدوا ونخرجوا بهذا الطفل نربيه واحد التربية حسنة في ظل هذه المتغيرات وفي ظل هذا الواقع المتناقض. المهم حنا ما نشوفوش الاسباب ديال هادشي، حنا المهم الاهم حاجه اللي عندنا وهو اننا خصنا نشوفوا واحد الحلول واقعيه، كيفاش نشوفوا واحد المقاربه واقعيه، كيفاش نتعاملوا مع الطفل في ظل هادشي. فالبورتابل يعني لا يخفى يعني على الجميع بانه واحد الوسيله تعليميه، يعني لا انترنت، تنقولوا لا انترنت، واحد الوسيله تعليميه كبيره ومهمه بزاف، وفي نفس الوقت واحد الوسيله مدمره للاخلاق. انت يعني بحال نقولوا سيف ذو حدين، انت شوف الطريق اللي بغيتي تختارها. المشكله ديال حنا كبار يعني نوعا ما تعرف كيفاش تختار، تعرف كيفاش تمشي. المشكله ديال الطفل ما عارفش، يعني تقدر بواحد ان سول كليك تقدر يدخل في واحد العالم ديال الاباحيه، او ديال يعني يخرج على راسو بان سول كليك، يعني بزر واحد يقدر يدخل في واحد. هنا تيجي الدور ديال الاب، هنا خصو او الام، يعني خصوصا الاب هو المسؤول على التربيه، يعني باش نشوف هذه المساله ان الاب راه هو المسؤول الاول على التربيه، راه ماشي الام، هي الام تتبقى لها بطبيعه الحال مسائل ديال الرعايه، مسؤوله على الرعايه ديال الطفل، ولكن التربيه وهذه التنشئه على الاخلاق الحميده راه الدور ديال الاب. هنا الدور ديال الاب هو انه خصو يتبع مع وليداتو، يتبع معاهم هاد المسائل ديال يشوف فاش يتفرجوا هاد الوليدات، مثلا ان كانوا الدراري تيتفرجوا في هادشي مثلا ديال واحد السلسله، هي سلسله امريكيه دارمان، هي زوينه تتعلموا شي شويه اللغه العربيه، ولكن في نفس الوقت كاين تيمروا شي بعض لي ميساج من هاد شي الصداقات بين الجنسين، من مثلا شي ديال المهم الخيانات، خصوصا مثلا اللباس، بعد ما شي حوايج الدري ما تيكونش هو عارفهم، هما تيبدا يوريو شي حوايج هو ما كانش عارفهم. المهم هذا ماشي يعني كاين شي بعض الحلقات اللي زوينين، هذا هو اللي كاين، شي بعض الحلقات زوينين، يعني ماشي القناه كلها راه زوينه. هنا فين تيجي الدور ديالك، انك خاصك تعرف يعني تختار داك الشيء اللي غادي يتفرجوا فيه، هذا هو، يعني خاصك تكون واحد المراقبه، ماشي مراقبه يعني تتعطيه البورتابل وتقول له سير عندك واحد الساعه ولا نص ساعه، لا لا لا، خاصك المراقبه هو انه خصو يبقى جالس حداك وتشوف فاش يتفرج، وقبل ما تعطيه حتى تكون عنده بعدا واحد الخلفيه، واحد الارضيه، تكون عنده واحد الارضيه ديال المبادئ وواحد الاخلاق، اش كاين فاش تتفرج، بحال تعطيه بحال تقول واحد 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 المضاد. والكمال لله، انت هذا هو الاسباب، حنا الاسباب اللي علينا هي هادي، وتطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ الوليدات ديالنا. احنا الاسباب ما هادو اللي خصنا نديروهم، انك خصك تتفرج معاه وتعرف فاش، خصوصا دابا في الصيف، يعني كاين واحد الوقت كبير كبير بزاف، والطفل تيبقى تضيع وقته يعني سير خصو شويه اما الطريقه ديال التربيه التقليديه نحيد عليه كل شيء، هنا غادي نحيد عليه البورتابل، نحيد عليه الانترنت، لا تاي يوصل مثلا 18 عام 20 عام عاد نعطيه، هنا بحال تتخلي بحال غادي تقوقعو، وغادي تخليه يعيش واحد العزله، تخليه يعيش واحد العزله وبعيد على المجتمع.
يعني كما قلنا كانت هادشي المخيمات كان يعني يعني بغيتي تحيد ليه هادشي وقتك توفر ليه داكشي اللي كان شحال هادي عاد حيد ليه ماشي مشكل، ولكن واش تقدر توفر ليه نتايا كلشي؟ واش تقدر انت تكون في نفس الوقت تكون مسرحي وتكون انت مهرج وتكون انت تلعب الدور ديال حكواتي وتلعب ليه الدور ديال ما يمكنش دير هادشي كامل، ما يمكنش دير الدور ديال الجمعيه والدور ديال المخيم والدور ديال التشفيه والدور ديال غادي تقدر دير، غادي تقدر يا ساعدتك الظروف كان العمل ديالك حتى هو تيساعد وكذا، ولكن ما يمكنش دير كلشي، يعني تيبقى البورتابل والانترنت وهي واحد الوسيله تعليميه وتكميليه ما يمكنليناش نستغناو عليها. حيت دابا انا تنشوف شي ناس يعني ما فهمتش عندهم تيقول لك لا نحبس العيال هادشي ونكبروا وغادي نخليه يعيش بطريقه تقليديه، ها يعني بطريقه تقليديه كما عشنا حنايا بعيد على هاد الوسائل ديال الوسائل التكنولوجيا ديال الجديده وهادشي. ولكن مسألة صعيبة صعيبة، كيفاش غادي دير ليه؟ ما يمكنش انك غادي تخليه كما قلنا يولي بعيد على المجتمع. دابا تنشوفوا يعني ديك التربية التقليدية، يعني كان المجتمع كله تيربي، كانوا الجيران تيربي وكانت المجتمع تيربي، كانت المدرسة تتربي، كان دابا هادشي هادشي ما بقاش ما بقاش. يعني كيفاش والطفل باش يتعلم؟ تيتعلم بال 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 بالأفعال أكثر من الأقوال. تيشوف بغيتي مثلا الوليد يكون مثلا تي 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 يعني تيشد كتاب ويقرا، راه خصك انت تشد الكتاب وتقرا، راه ما يمكنش يعني تيتعلم بهذا الشيء ديال تبقى تهضر معاه، لا لا خصك تطبق انت داك الشيء، انت تنزل الارض الواقع وتهبط للمستوى ديالو ودير داك الشيء، انت تشد الكتاب، انت خصك تصلي قدامه باش يصلي، ما يمكنش هذا الشيء اللي كاين. بغيتي مثلا يبدا ينعس بكري والوليدات يعني الاباء يعانوا مشكل مع وليداتهم، مي تنجي نشوف تلقى الاب تينعس على الوحده وجوج الليل، راه ما يمكنش، وهو تيطبق داك الشيء اللي شافوا فيك، هذا الشيء اللي كاين، خصك انت تولي تنعس بكري. خصوصا خص الانسان في هذه الفتره ديال الطفوله راه مهمه مهمه، راه هي اللي تتبني عليها واحد الاساس وتبني عليها الحياه ديال داك الطفل، تتبنى في هذه الوقيته ديال من تقريبا من ما بين 7 سنين ل 14 عام، ديال الوقيته يعني المهمه بزاف في التنشئه ديال الطفل. فكما قلنا يعني خصنا كيفاش نستغلو، نحاولوا كيفاش نستغلو على نستغلو هاد الوسائل الجديده، يعني جديده بطبيعه الحال جديده لصالحنا، يعني حنا نبحثوا ونقلبوا شنو هما كاين رسوم متحركه، كاين هادشي ديال المسائل، هادشي ديال الاعمال اليدويه، كاين بزاف يعني كاين بزاف، انسان خصو هو يعرف فاش غادي يتفرجوا الوليدات ديالو. غادي يقول لك عاوتاني شي واحد لا هو علاش ما يقراش، ما يقراش هادشي ديال القصص، وكما كنا حتى حنا تنقراو القصص الكتب، هادشي مهم. تقول لي بصح هاد الوسائل يعني ديال الانترنت وهذا يبقى الانسان كمشاهد سلبي او كمتلقي سلبي، اي كان شحال هادي كانت شحال هادي التلفازه متلقي سلبي بامتياز، علاش؟ ما عندكش الاختيار، تتفرج انت في داك الشيء اللي بغاو هما تفرج انت فيه، ما عندكش الاختيار. كنا تنتفرجوا في ديك الرسوم المتحركه وداك الشيء اللي كاين هو اللي تنتفرجوا فيه، تفرجنا في هادشي ديال بيل وسيباستيان وصالي يعني داك الشيء اللي هذا هو اللي كاين، يعني ما دابا عندك اختيارات، عندك اختيارات بزاف، وكانوا الصراحة هادو زوينين. دابا الدراري عندي راه تيتفرجوا في هادشي ديال صالي يعني وهذا الشيء ديال سبيس تون زوين، يعني نوعا ما زوين. دابا ولا عندك اختيارات، ويا لقيت كيفاش الوليدات ديالك انهم مرة مرة يقراو عاوتاني شي شوية ديال هادشي ديال القصص، مزيان مزيان بزاف. حنا دابا حنا خصنا نعتقوهم باش ما كان نعتقوهم، هذا هو الهدف ديالنا. اما نبقاو هي هادشي الكتب مزيان، يا ما لقيتيش بعدا مهم، يعني كما تيقولوا ما لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يترك جله، حنا نعتقو
نديروا داكشي اللي قدينا عليه. حيت دابا ما دابا تنشوفوا هادشي ديال القصص راه مشكله، هادشي ديال القراءه ولات فين، ما بقيناش واف في المدرسه، ما عمرني ما بقاش داك المعلم او الاستاذ يشد كتاب معاه او جريده، ما بقاش هادشي ولا تا هو شاد البورطابل. المهم حنا تنحاولوا ما امكن نلقاو شي بعض الحلول بعيدا عن المثاليه، اما يجينا نبقاو نقلبوا على المثاليه راه ما نساليوش ما نديرو والو. احنا مهم تنقلبوا على الحاجه اللي ممكن ديرها والكمال لله، وبشويه اكو يتفرج وعاوتاني قرا شويه تشد انت مع هادشي ديال القصص وحكي لي قصه. المهم المهم نعتق الوليدات ديالنا، والسلام عليكم.